الرسالة التي تم إيصالها للرياض بوضوح هي إن أمريكا مجبرة على التعامل مع القيادة الحالية، وإنما لا تفعل ذلك باختيارها. President Trump has not punished senior Saudi leaders. Would you? Yes. خلال الانتخابات كان اكتساب المصداقية جزء منه كبير بيجي من اتباع خطاب مضاد لخطاب ترامب. بالرغم من الخطاب خلال الحملة الانتخابية انه هيكون في تحول في السياسة تجاه المملكة العربية السعودية، انا ما كنتش منتظرة ان التحول ده يكون بشكل راديكالي. الولايات المتحدة استفادت كتير جداً من علاقتها مع المملكة العربية السعودية وعايزة تستمر في الاستفادة. الشركات الأمريكية من أكبر المستثمرين في المملكة، مبيعات السلاح أولوية بالنسبة للأمريكان. If we don't sell it to them, they'll say, well, thank you very much, we'll buy it from Russia, or thank you very much, we'll buy it from China. That doesn't help us. السياسة السعودية في السوق العالمي للبترول أولوية. ده بيحد من القدرة على معاقبة السعودية على مقتل خاشقجي، على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وعلى انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل السعودي. الكلام أو الرسائل التي توصلها الولايات المتحدة الأمريكية هي رسائل مسموعة في داخل المملكة العربية السعودية. السعودية أصبحت موقفها لين أكثر بكثير في اليمن، التصالح مع قطر، الإفراج عن عدد من السجناء الرأي. قبل أن يدخل بايدن البيت الأبيض، فهمت الرياض أنه يجب تغيير السياسات ليستمر الدعم الأمريكي.